نريد نفتح مركز غير الجنسية العراقية ما يمشون هنا، هنا خمسة ساعة أربعة جايين هنا ما يمشون، قسم منهم نفس اليوم يطلعون. هما ها؟ شنو السبب؟ هما إيه هما يدفعون فلوس، ما عندنا هنا فقير ما عندنا. قسم منهم ما عنده ربع دينار، يوميا يروحون ويجين بالكرواخات وكلهم نازحين. نريد نفتح مراكز غير مكان حتى يروح الخبصة منه. الجنسية ازدحام، ما شباك، شباك واحد عليه 100 واحد، وعتشوفون الكاميرا ورايا، ورايا التصوير ورا موجود، ها ازدحام، ما يمشون العالم. تضطر وين تنطي؟ تضطر تروح تشوف لك معقب تنطي فلوس على مود تستلم الهوية مالتك. هو هذا الموجود يريدون، يعني واحد يشوفون المعقب، حتى المعقب تنطيه فلوس حتى تطلع الهوية مالتك، إذا ماكو تتأخر، وتأكو ناس تستلمها بنفس النهار، نفس النهار يستلم الجنسية مالته. زين شنو السبب انه غيرك يستلمها بنفس النهار وانت ما تستلمها؟ ماكو نهار، ماكو استلمها بنفس النهار، ماكو. مواطن عادي روح اسبوع الاخ، تعال روح بالشباك، ما حد يحسب لك شيء، ماكو تقدير للبشر. اريد بس اول مره تصور هذول الواقفين المهاجمين بهم على الرصيف، ما عندهم كروه، ما جينا سيارات من سنجار، ما جايين من مجمع الكندالي، ما ادري شو يسمونه هذا الكمبات، جايين منهم كروه ما عندهم. شوف هذول الموظفين قاعدين بالغرفه بدايرهم، والفايلات كلهم ملتمين عند واحد من جماعتنا، ما ياخذونه، واقف عند الشباك. يقول نسوي هذا مال جنسيه عراقيه، يقول علاش ما جاء عندك جنسيه عراقيه؟ نجي على الدائرة ما يسوون، ما ياخذون منا حد، ما ياخذ ان حاشيهم، ما يردون علينا الكلام، ما يردون علينا ولا يحاشونا ولا يسلموا علينا ولا حتى حجوا علينا. يقول روح نشتكي علما الما فاين حد كلهم، والله القيمة اللي عنده واسه، اللي يصرف عنده فلوس، بل فلوس يسوونه، اللي عنده واسه يسوونه. الناشئ المجلس المحافظة، عدا المجلس المحافظة الموسري، يفترون بشوارع مال شيخان ويشوفون هذول جماعتنا، ما حد يجي يجاوب ولا حد يحكي، ما حد يعبر حكينا، ما حد، والله الكريم عنا مبهدلين. اريد من قناتكم توصلون حكينا كلامنا على اللي تريدونه، على محافظ، على اي مسؤول، والله الكريم احنا مبهدلين. نشكر قناة الموصلية اللي عبر اصوات معاناة المواطنين. نريد من عبر قناتكم نوجه كلام للمسؤولين عن معاناة المواطنين الراجعون الجنسية، الجنسية العراقية وجنسية أحوال المدنية، فمعاناة صعبة. يعني الكراوي العالم قاعد يدين كراوي، كروة يدينونها خطية، يجون على مود يسوون مستمسكات مالهم الضايعة وراحت عن طريق داعش. فقاعد يجي المواطن على مود يكمل المعامل، بس احنا ساعة حاليا بالعشرة وعبرة العشرة بجنسية شيخان، الموظفين مال الجنسية يقولون المواطنين روحوا اشتكوا. يعني المواطن وين يشتكي؟ إذا أنت بحكومة من يشتكي؟ من يشتكون عليكم؟